غالي والراقي جدا كابتن عدلي القيعي حبيبي على التليفون. كابتن عدلي اهلا، ازيك يا دكتور؟ كل سنه وحضرتك طيب الاول. بص على السلامه وكابتن مجدي والساده المشاهدين جميعا بخير يا رب. يا رب، وانت وحشني. والاسره كابتن عدلي بكل خير، وانت انسان رائع وانسان راقي ايضا يعني. متشكرين جدا. كابتن عدلي انا سعيد بالمكالمه ديت، عشان ده هو ده تواصل الاجيال، وهو دي قواعد ومبادئ واخلاقيات النادي الاهلي. حضرتك مدير التسويق السابق، كابتن مجدي طلبه مدير التسويق الحالي، وانتوا الاثنين اصدقاء جدا، وكابتن مجدي لا يتردد في ان يسالك، وانت لا تتردد في ان تعاونه وتقدم له الخبره والنصيحه. دي مش عايزه مناقشه، والحقيقه يعني ان اختيار كابتن مجدي يعني ناس كثيره فاكره انه جه اختيار لانه لعيب كوره وان هو راجل يعني الناس عايزه يعني بيجيبوا اصحابهم زي ما بيقولوا كده، لكن ده اختيار صادف اهله، اختيار بكل المعايير الفنيه وال يعني لاعب مميز، لاعب محترف حتى نخاع، احترف اكثر من دوري اوروبي، لاعب يجيد اللغات الاجنبيه اكثر من اللغه، مدرب يعني راجل محطوط حقيقه متعشق في مكان كويس. حلو كلمة متعشق في مكان كويس زي كابتن عدلي، بس عايز افكر حضرتك بعبارة جميلة كنت دايما انت بتقولها لي يا كابتن عدلي، كنت بتقول لي انه طول ما جماهير الاندية الاخرى مع احترامي ليها بتكرهني ابقى انا ناجح في شغلي. فاكر انت يا كابتن عدلي؟ لا يعني انت بتقول لي يعني انا بقابل جماهير كتير جدا الحقيقه بيعربوا عن احترامهم ليا، بس هم بيبقوا غضبانين عليك يعني، انت متغاظين، انت بتسرق منهم لعيبتهم يعني، او بتسبقهم يعني. على اي حال بالتاكيد ان انت لما هتأدي عملك مع على حساب ناس ثانيه يعني. هنبتدي بهذا المقياس نشوف كابتن مجدي بدا الزمالك يكرهه ولا لا، بدا الاسماعيلي يكرهه ولا لا، بدا الاتحاد السكندري يتضايق منه. يا كابتن هي مش كره بالمعنى المباشر يعني، هو مساله ايه يا اخي، احنا ناقصينك يعني، هي كده يعني. انت حضرتك لو تفتكر كنت في مره اتفقنا على انه احد القابك الكثيره جدا كان المغضوب عليه رقم واحد في الاسماعيليه. لا اتمنى هذا يعني، لكن هو الناس كتير مقدره ان انا بادي عملي يعني، ودي النقطه الاهم. طبعا يعني. طبعا، وهو ده نجاحك، ما هو ده نجاحك. اعتزازي يا دكتور ياسر بالاسماعيلي وجمهور اسماعيليه والله يفوق الوصف يعني. انا مش عايز اقول لك بقى ديني بعيد عن يعني ان انا اشيل هم الانديه الكبيره المميزه اللي ليها جمهور بيعشقها الى هذا الحد، عندما تتعرض لبعض المشاكل او الظروف ببقى انا مستأنس يعني. حتى انا بتفاوض مع الاسماعيلي دائما في ذهني ان احقق للنادي الاسماعيلي مصلحه يطلع منها كسبان في الصفقه اكثر ما انا كسبان. فده حقيقي يعني كنادي اهلي، والنادي الاهلي كاداره كان يسعى الى هذا، انه يعني مش شطاره المفاوضات انك ما تطلعش كسبان لوحدك. لو طلعت كسبان لوحدك هتكسب مره لكن مش هتكسب تاني، صح؟ لازم وين وين، انت تكسب اللي قدامك. طب كابتن عدلي عندي سؤال اخير، كان صديقي العزيز جدا الفنان الكبير نور الشريف عمل احد اجمل ادواره في لن اعيش في جلباب ابي، هل تتوقع ان يعيش مجدي طلبه في جلباب عدلي القيعي ام يتمرد عليه؟ يا دكتور ياسر انت عمال بتديني حاجات بيهدي النفوس. لا لا صح، مجدي طلبه بكل المعايير هيعديني يعني، هو راجل لا لا راجل عنده خبرة صعب. وعنده تاريخ وراه وعنده طموح قدامه وعنده، لا احنا بنعمل بدايات. تقدر تقول انا يمكن كانت الظروف اصعب لي من اي حد تاني، ان انا جيت على كيان ما كانش موجود اصلا يعني، صح. حاجة اسمها تسويق رياضي في مصر. فانا جيت زي ما بيقولوا ايه، انت اللي بتقعد تعمل تشق الطريق وبتعمل يعني. انت حضرتك فتحت الباب عشان كابتن مجدي يجي يبني البيت، لا يجود يبني البيت نفسه، لانه بقى التسويق يبقى علم يعني. وانا متفائل جدا جدا يا رب، كلنا متفائلين والله يا كابتن عدلي. واختيار الافراد الحقيقه كان موفق جدا، كابتن هادي خشبه ومعاه لجنه الكوره طبعا، كابتن حسن ولجنه الكوره، فهم انا متفائل بالتكوين ده. وعايز اقول لك حاجه يعني، احنا بنتعامل مع بعض، انا سمعت كده في بدايه الحديث كابتن مجدي بيقول اتعلم
تيم ورك. اه دي الكلمه السحريه صدقني يا دكتور ياسر في نجاح اي حد في الرياضه في السياسه. وواضح ان دي ثقافه كابتن مجدي طلبة الاساسيه يعني في كل ما يقوم به. تيم ورك دلوقتي يعني مش عايز اقول لك احنا يكاد يكون كل يوم على تواصل مع بعضينا. هو ده الاهلي يا كابتن عدلي، وهي دي يعني الدروس اللي بنتعلمها في النادي الاهلي دائما وطول الوقت. كل الشكر للكابتن عدلي القيم مدير التسويق السابق في النادي الاهلي. كابتن مجدي انت حضرتك امام مهمه صعبه، لانك لن تكتفي او لن تقنع بدور التعاقد.